رح ننتقل لفقرتنا التالية زينب. دايما وقت بنحكي عن سوق العمل دغري بروح لأذهاننا المهارات والقدرات يلي والمقدرات يلي نحن بنكتسبها بحياتنا صحيح. اليومية، ولكن أيضا وقتنا نحكي عن سوق العمل فلازم نحكي عن أو ما نغفل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع ببناء هي القدرات وتوجيهها بالشكل السليم. هذا الموضوع وغيره من المواضيع يلي بتخص فرص العمل حتكون محور حوارنا مع دكتور منير عباسي، خبير في إدارة الموارد البشرية ورئيس جمعية إدارة الموارد البشرية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني عم نحكي عن موضوع يمكن الوظائف بظل الظروف الحالية وفيروس كورونا صار حلم عن بعض الشباب إيجاد فرصة عمل. خلينا بالبداية نحكي عن دور الجمعيات الأهلية بإيجاد فرص عمل، أو دور يمكن السوشيال ميديا كمان بإيجاد فرص عمل. تمام، هلأ نحن فرص العمل موجودة الحقيقة وموجودة بكثرة، ولكن طرق خلينا نقول إيجادها من قبل الأشخاص اللي عم يبحثوا عنها هي اللي شوي عم بيصير فيها تقصير. يعني هلأ أكثرية فرص العمل معروضة على عدة مواقع بالسوشيال ميديا، فإذا كنا عم نحكي عن استخدام جيد للسوشيال ميديا هي أنه بتفيدنا أنه نلاقي الوظائف اللي بدنا إياها. مثلا في عنا كتير مواقع، نحن حنيجي هلأ لاحقا بذكره، مثل موقع jobgate.sy عليه أكثر من 470 فرصة وظيفية لتاريخ اللحظة هي قبل ما أجي بشوي. هي عدة شركات معلنة عنا. كتير في أشخاص بيقول لك مين jobgate، يعني ما حدا دلني انا لحتى اروح ادور عليها. فهي عم بتصير مثلا من الا احنا الورد اوف ماوث، واحد عم يحكي للثاني انه روح دور على هذا الموقع الافتراضي على بعض الوظائف الموجوده. مواقع مثل هي بتقدم تدريب افتراضي، بتقدم فرص عمل كلياتها موجوده. هي مين اللي عاملها؟ احنا جمعيه اداره الموارد البشريه اللي هي جمعيه اهليه مرخصه من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، مسؤوليه مجتمعيه على عاتقها اخذتها انه هي توجد هالشريحه من الاشخاص الباحثين عن عمل يوجدوا فرص عمل بشتى الوسائل. يعني احنا بنعمل معارض توظيف، نتعاون مع بعض الجهات، بنعمل مواقع تدريب مجانيه اللي هي jobgate.sy بمعدل دوره او دورتين اسبوعيا مجانيه مقدمه، مع انه اسعارها كثير غاليه برا ومرتفعه بمراكز التدريب. دور الجمعيات الاهليه هي عباره عن الجهه اللي بتردم الفجوه بين تقصير القطاع الخاص والقطاع العام بوصول الباحث عن عمل الى فرصه عمل. يعني اللي احنا مكملين للقطاع العام للقطاع الخاص، ولكن بنكون قريبين اكثر للشخص اللي هو منتمي للمجتمعات المحليه. بيكون خلينا نقول انه ما في حواجز انه يسال، ما في اي شيء. يعني بتلاقي في انه مثل صداقه بتصير الجمعيات الاهليه، في ناس بيعرفوها جوا، اشخاص بتدل على بعضها. عندنا اكثر من 31 الف شخص عم يتابع صفحاتنا، فهذا ما احنا عملناه له ولا دعايه ولا اعلان، هي اشخاص دلت بعضها على بعض وبنفس الوقت استفادت من هي المواقع. ومثلنا مثل كثير جمعيات اخرى. يعني اكيد انتم عندكم علم انه الجمعيات الاهليه برز دورها كثير مهم بالازمه ولعبت دور كثير اساسي ما ممكن غيرها يلعبه. يعني ساعدت كثير المجتمع المحلي بالوصول لعده امور يصعب على القطاع الخاص احيانا والقطاع العام انه يقوم فيها بشكل مباشر. يعني المجتمع الاهلي هو عم يكون عم يردف بعضه بالقدرات بالمهارات بكل الامور. خلينا نحكي شوي آلية البحث دائما عنا فينا نقول ما زالت ببلدنا ضعيفة عن فرص صحيح. العمل. كل الأشخاص بيقولوا بدنا شغل، ما عم نعرف كيف نلاقي شغل. كيف الإنسان بيقدر يركز توجهه لا يقدر يبحث عن عمل بطريقة صحيحة؟ لأحكي لك الفجوة الصغيرة اللي هي كل الناس بتغفلها. كل واحد فينا بيكون قاعد يبحث عن عمل، ما نوع عمل سيرة ذاتية. إما تبي يعمل سيرة ذاتية بس يلاقي مقابلة عمل، وهذا الشيء خاطئ جدا. تطلع السيرة الذاتية ما أنا معبرة بشكل كامل عن الشخص. يعني أنت أصول بالفترة اللي أنت قاعدة فيها عم تبحثي عن عمل بتكوني كل يوم عم تشتغلي على السيرة الذاتية. يعني ما حدا بيعرفك بقلب الشركة إلا من خلال هالورقة، هي ورقة تعريفية عن نفسك. إذا ما كانت هالورقة منافسة أنا ما حأدعيك على مقابلة العمل. فأنت عندك المرحلة الأولى فيها خلل وفيها نقص. أنا قديش بعطي ورشات عمل سيرة ذاتية؟ يمكن لك بالمئات خلال السنة. كل الناس اللي بشوفهم تصدف اني انا بكون بلجان المقابله بلاقيهم، بعدين بيجي بلجنه المقابله بقول له ليش كاتب سيرتك الذاتيه بهالطريقه؟ هي ما علمتك انك تكتبها بغير هيك؟ انا تلبكت اجيت قبل بيوم حاولت اعملها. طب احنا من 4 شهور اخذينا
وقلت لك انه هي عباره عن هويتك لدخول سوق العمل. غير هيك في بعض التقنيات صدقيني انه الناس بتغفلها، بتقول لك انا بدي اروح اخذ كورس مقابله العمل، ما في اسهل من الناس عم تسالني وانا بدي جاوب. لا، يعني اللي عم يفوت معنا على وظائف مو هو دائما التقني اللي هو افضل واحد، اللي عم يفوت معنا على الوظائف والشخص اللي عم يعرف يقدم حاله صح، مو دائما هو اللي عنده من المعلومة 100%، يمكن يكون عنده 50% من المعلومة، ولكن مهارات تواصله، إثبات موجوديته، ثقته بنفسه بالمقابلة هي اللي عم بتدخله على سوق العمل. يعني عم قل له للناس كلها تقديش أنت تعبان على حالك تقنيا ومن الأوائل وجيد وعندك خبرة كتير كبيرة، إذا ما بتعرف تحكي عنها أنت مقابلة العمل ما حتتاخد. يعني في كتير اشياء هي اللي احنا بنسميها سوفت سكيلز، مهارات ناعمه الناس بتغفلها، بتقلل من قيمتها، بتقول لك ليش لاروح اعمل كورس مقابله عمل، شو بده يكون مقابله العمل، ليش اعمل سيره ذاتيه، خليني يشوفوني واثبت موجوديتي. هدول الشغلتين قد ما فيك اشتغلي عليهم، لانه هن عباره عن مرحله الاساسيه دخولك سوق العمل. غير هيك بدك تروحي تبحثي منيح على مواقع التواصل، يعني حطي كلمه توظيف على محرك البحث جوجل، اكتبي توظيف في دمشق، تطلع عندك عده مواقع تواصل اجتماعي هي شغلتها أساسية فرص عمل. أنا بعرف لحالي يعني شيء 4-5 مواقع سهلين كتير، ما شغلتهم غير أنه ينشروا فرصة العمل ويعملوا لها سيركوليشن وتدوير لحتى يعرفوا الناس. فوتي مثلا جاب جيت دات اس واي، لحنا منشان موضوع أنه عاملة سيرة ذاتية قوية ولا لا أغفلنا هالموضوع، أمنا عملنا طلب توظيف كامل، نطلب منك كل الوظائف اللي بدها إياها الشركة، فأنت بتعبي طلب توظيف قد يكون من ثلث ساعة لنص ساعة بس، خلاص هذا صار بالداتا بيس تبعتك. بس هون بدي نبه الأشخاص اللي عملوا أبليكيشن إنه هذا مو أبليكيشن راح للأبد، يعني هذا كل ما عملت دورة تدريبية، كل ما زدت مهارة، كل ما قمت شغلة ما عاد عجبتك بالسيرة الذاتية حدثها. انت بتفوتي لجوا جوات هالعالم اللي كتير كبير، بنحدد لك نحن شو الاهتمامات تبعتك، هل انت بالاداره، انت بالصحافه، انت مثلا بالصيدله، انت بالهندسه، وبنفتح لك مجال انك تدوري بفرص العمل. تصوري نحن نزلنا جوب جيت دات اس واي ابلكيشن على الموبايل اندرويد، يعني انت وبيتك فيكي بتدوري على فرصه عمل بدون ما يكون معك لا لابتوب ولا كمبيوتر ولا اي شيء. ابلكيشن بيجيكي نوتيفيكيشن انه انت في فرصه عمل بتشبه المجال اللي انت قدمتي عليه الطلب. يعني لوين اكثر من هيك ممكن الواحد يكون مرتاح. غير كمان مشاركين لحنا طبعا هو في معرض فرص عمل لأول مرة بيصير بسوريا بطريقة الواقع الافتراضي الفيرشوال رياليتي، عملته منظمة الأمم المتحدة مع وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل، لحنا أحد الجهات الداعمة، لحنا قدمنا للشركات. هذا موجود بتسعة وعشرة وإداش نيسان على الموبايل، موجود المعرض، يعني تخيلي حالك قريبا هو 9 و10 و11 نيسان. كيف الاليه تبعكم؟ معرض فرص العمل ومسمينه اللي احنا باللوحات الطرقيه تشبيك مسمينه مع اليو ان دي بي والوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طبعا هي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولحنا احد الجهات الداعمة. بتفوتي هلا كيف مثلا موجود جوات الشركات اشخاص حتقابلك اتش ار، يعني انا جوات الشركة وحاطت فرص وظيفية عن طريق المعرض. طيب. انا قاعد جوا ورا كرسي معين ناطر انت اللي عم تتقدمي من ورا موبايلك تبحثي عن عمل، بتدقي كأنك عم تدقي باب شركة، بتدخلي بتقولي انا مهتمة بهالفرص العمل اللي عندك، انا من جوا قسم الاتش ار عم قابلك، عم بعمل لك جوب انترفيو اونلاين، والابليكيشن كمان موجود اللينك تبعه بتنزليه مجانا. اسم الابليكيشن تشبيك، اسم الابليكيشن تشبيك، تشبيك موجود على الموبايلات كلياته على النظامين الاندرويد والايفون اثنيناتهم، بتنزليه بيصير عندك هذا الابليكيشن، بتفوتي على المعرض ب 9 شهر او 10 او 11 وبتبحثي عن فرص وظيفيه، مو عباره مثل اللي تعتدنا عليه هون، فرص وظيفيه حقيقيه بتلاقي، لانه نحن يعني حكوا مع الاقسام تبع الموارد البشريه انه يكون في موظفين قاعدين فعلا خلال فتره المعرض داخل الشركات. رح يكون فيديو كول اونلاين، يعني عليك تمام كأنك عم تحكي سكايبي مع حدا، كأنك عم تحكي مثلا نقول فيديو كونفرنس على زوم واتساب، يعني أي نوع من التواصل الاجتماعي. بس هالأبليكيشن موجود حصرا للمعرض، يعني ما بده يكون عندك واتساب لينزل. امتى بيفتح هو الابلكيشن؟ يعني امتى بيصير بيقدروا ينزلوه ويصير فعال؟ 8 شهر. 8 شهر بده يكون فعال عند الكل، لانه الشركات عم ينزلوه كلياتهم وهن نفسهم عم يتدربوا عليه، انه هذا حيصير نوع المعارض اللي حيصير متكرر من يوم ورايح، بالخاص بازمات مثل الازمات الصحيه تبع كورونا. فهذا الشيء بيناسب الكل، لا بيتكلف مواصلات، قاعد ببيته مرتب
مرتب حاله وراء شاشة الكاميرا تبعته وعم بيقابل الأشخاص وعم بيشوفوه وعم بيشوفهم، وممكن يحصل على فرصة عمل تكون بظرف معين إنه ما عاد تروحي على الشركة غير وقت فعلا تقدمي أوراق ثبوتية وتثبتي نفسك. الأشياء الثانية اللي إذا حابين بس نحكي عنها إنه لازم نطور حالنا نحن كلياتنا بالديجيتال ماركتينج، التسويق الإلكتروني. يعني هلأ مطلوب مني عشرات الوظائف اللي هي بالتسويق الإلكتروني، وما موجودة الناس اللي كتير مؤهلة، مع أنه كل شبابنا هلأ حاليا موجودين كله وراء السوشيال ميديا. طب حاولوا تعملوا شي كورسات تطوروا حالكم بهالسوشيال ميديا اللي انتم عم تتسلوا فيها، تعملوها هي مصلحتكم أو هي اللي الجاب اللي عم تجيبوا منه مصاري ورواتبها جيدة وانت قاعدة ببيتك، يعني لا يقل عن 100,000 ليرة مثلا ممكن يكون الراتب الشهري للديجيتال ماركتير اللي قاعد هو قاعد عم يسوق على السوشيال ميديا وعم يستخدم الادوات. في دورات كثير مجانيه عم تصير. كيف كيف بيقدروا يلاقوا العالم؟ منصه يعني. ادراك فوتي على منصه ادراك وكتبي التسويق الالكتروني، كورس بالتسويق الالكتروني، فيه فوتي على كورسيرا منصه تدريب كمان مجانيه. اول وحده عفوا ادراك هي منصة توظيف ومنصة تدريب مجانية باللغة العربية. عندك كورسيرا اللي هي منصة باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، بتعطيكي كمان دورات بالديجيتال ماركتينج وفري كمان كلياتها. نحن هلا ان شاء الله جاب جيدت اس واي رح نعمل دورة مكثفة جدا مدتها اسبوع ومسائية عن الديجيتال ماركتينج، حيجي ناس اشخاص مهتمين وهن بده يقدموا مسؤولية مجتمعية مجانية، حيقدموا من خلال منصتنا اسبوع كامل عن التدريب كيف تستخدمي ديجيتال ماركتينج. يعني تخيلي نحن هلا من الاسبوع الماضي اللي قبله قدمنا دورة فوتوشوب عالية المستوى مجانية على منصة jobgate.sy، وقدمها ناس خبراء بواقع عملي جدا مع تعليم افتراضي كاملا. يعني انت هاي المنصات ما يستقلوا فيها الناس يحسبوا انه دورات مجانيه ما لها قيمه، بالعكس هي الجزء تبع المسؤوليه المجتمعيه للاشخاص اللي بتدرب، عم تقدم هذا الجزء مجانا للمجتمع منشان نوع من المسؤوليه المجتمعيه. في لها شهادات او شيء معترف عليها؟ في بعض الدورات بنعطيكي شهادات حضور وبتوصلك على البيت وموقعه ومختومه كمان. يعني اذا مهتمه بالشهادات، في كثير ناس بيقول لك اذا ما فيها شهادات ما بيحضرها، بس هي عباره عن انه الفائده تبعتها وقيمتها الماديه اللي انت عم تعملها دروب ما عم تدفعها نهائيا. هي لحالها هي شغله عظيمه بهالايام هي اللي فيها صعبه صارت انه الواحد يقدر. دكتور يعني هلا كنا عم نحكي عن بعض الكورسات المجانيه اللي بتفيد كل الشباب اللي عم يدوروا على فرص عمل، وخاصه مثل ما قلنا كورونا، ازمه المواصلات، يعني شيء بوفر عليهم بنفس الوقت بيتعلموا. طب خبرنا عن الشيء المأجور اللي انتم عم تشتغلوا عليه ايضا للشباب اللي حابين يزيدوا الخبره، الاكاديميين اللي حابين يزيدوا الخبره تبعيتهم. تمام، نحن عن الشيء المأجور، مثلا اذا جمعيه بدها تعمل اي شيء مأجور حيكون هو اقل من سعر اي شيء موجود بسوق التدريب حسم؟ بسوريا حسم ومخيف. عرفتي كيف؟ يعني قد يصل 50% 70%، بس منشان يحس حاله. في بعض الشريحة من المجتمع بتقول لك إذا ما دفعت مصاري ما بحس حالي عم بتدرب صح، وهدول ما عم يعطوا من قلبهم، وهي الفكرة خاطئة جدا طبعا. بس خلينا نروح ورا هي الشريحة. أحيانا بيجي عنا مدربين منشان نحن عرفانا بتعبهم، بنعطيهم أجر معين، مو هو أجرهم الاعتيادي بسوق التدريب، بنعطيهم هالمبالغ. هي موجود عنا تدريبات نوعية جدا بمقر الجمعية، مثلا جمعية الموارد البشرية، في عنا مقرنا نحن بال مزه طلعت الاسكان جانب دائره الامتحانات، هنيك موقع الجمعيه في قاعه تدريبيه مشكوره وزاره التربيه اعطتنا المقر التدريبي هذا وقدمت لنا اياه مشان يكون دعم للمسؤوليه المجتمعيه تبعتنا. عندنا قاعه تدريبيه قد تتسع الى 100 شخص متدرب ومجهزه، وحتى بانقطاع الكهرباء بنقدم عده دورات نوعيه. مثلا في بعض الدورات عم نقدمها حاليا بناء قدراتك بمهنه اسمها مهنه اداره الموارد البشريه، كورسات قد تتعدى 24 ساعه عمليه مع كبار المدربين بهذا المجال. عندنا بعض المجالات اللي فيها تدريبات تسويق سياحي، مثلا ممكن يكون حتى التسويق السياحي دخل مرحله العالم الرقمي، ايضا التسويق السياحي والامور السياحيه كلها صارت تسويق الكتروني. ايضا في عنا دورات تدريبيه بعده مثلا تسويق صيدلاني اللي هي ممكن الناس اللي تشتغل بالتسويق الصيدلاني، كلها دورات نوعيه بس يتابعونا لحنا اما على موقع الجمعيه IHRMSY على سيريا
على فيسبوك او يتابعوا jobguide.sy، اثنيناتهم منصات ممكن يلاقوه عليه يعني الشيء اللي عم يدوروا عليه. وjobguide.sy نحن عم نحاول انه تكبر كثير بحيث تصير منصه التوظيف السوريه الاولى ان شاء الله ومجانية ان شاء الله يا رب. طيب في بعض الاشخاص هنا بيكونوا باحثين عن خبره، بيقولوا عملنا كورسات تدريبيه ان كان اونلاين ان كان حضرنا كورسات، تخرجنا من الجامعه، ولكن بعض فرص العمل تبحث عن صاحب الخبره. هذا الشخص كيف بيقدر فعلا انه هو يلاقي الخبره بطريقه تقدر تساعده لدخول سوق العمل؟ 100% هذا مشروع اللي احنا عاملينه وإن شاء الله حيشوف الضوء الأسبوع الجاي أو اللي بعده إن شاء الله. هو عبارة عن التدريب المأجور، يعني نحن عم نساعد الشركات وعم نساعد الباحث عن عمل. هو مشروع عم تعمله جمعية بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة UNDP. المشروع شو بيقوم؟ بيقوم على أنه أنت الشركة بدك موظفين، بس بدك إياهم من باب التدريب، يعني فترة الاختبار اللي هي 3 شهور بدك إياها تكون فترة تدريبية تقدري تختبري الباحث عن عمل والباحث عن عمل يختبر الشركة. هالفترة التجريبية إحنا هندفع راتب الشخص المتدرب داخل هاي الشركة بحيث إنه ما يكون عبء على الشركات، وبنفس الوقت الشخص اللي عم يتدرب هو يحس حاله إنه عم يتدرب ولسه عنده القرار إنه أنا جوات هالشركة ولا لا. هي 3 شهور إحنا هنبني فيها خبرة، وثلاث شهور حتكون عملية، ما حيفوت متدرب إنه يروح يدرب وقت جزئي ويروح على بيته، حيفوت موظف. وغير هي الشغلة إنه بدها تقابله الشركات كأنه موظف حقيقي، يعني حتجمع CVات ومن 100 CV حتاخذ 10 CVات ويفوت يخوض معركة الوظيفة الحقيقية تماما. لأنه شو اعتدنا؟ نحن اعتدنا على شيء اسمه التدريب داخل الشركات، إنه أنا لا بروح بتدرب ماني موظف اعتيادي، بتفوتي وإلك أولوية ما في داعي تتعذبي بمقابلة عمل. أنا لا، بدنا إياه يعيش الجو كاملا ويشوف منافسة سوق العمل ويتدرب 3 شهور. بعد 3 شهور يمكن من أول شهر تقول الشركة أنا خلص بديها، ما عاد في داعي إنه نكمل على برنامج تدريب. هذا بده يفوت براتب نظامي، والمبلغ اللي احنا حنقدم له إياه أكيد هو منافس جدا كبدل مواصلات وبدل معيشة، بحيث إنه ما حيتكلف أبدا، بالعكس حيعمل شوية سيفينج لجيبته خلال فترة التدريب. وعم يعمل خبرة هي أهم شيء. هذا الشيء كان لازم يبلش من أول السنة، بس احنا أجلنا كل مرة بتجي شوية أزمات معينة، بس هلا قررنا بإذن الله إنه يكون الأسبوع الجاي. يعني يترقبوا على jobguide.sy، يفوتوا يقدموا على فرص التدريب، يفوتوا يشوفوا اسمه فرص تدريب مأجورة، يقدموا عليها كأنه وظائف حقيقية بكل المجالات. يعني ما فيني أقول لك قديش المجالات المفتوحة، من عمالة ماهرة من معاهد تقنية إلى ماجستيرات ودكتوراه يكون معهم. ففرصة كتير حلوة إنه لألون إنه يفوتوا لقوا فرصة وظيفية بنفس الوقت عم يتدربوا بشكل مأجور. نعم، يعني نحن بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها دكتور، وأكيد بنتمنى من كل الشباب اللي يمكن هلأ عم بيفكروا إنه الوظيفة حلم يدقوا أبواب السوشيال ميديا وخاصة jobguide ويشوفوا ويطلعوا على الدورات التدريبية لاكتسبوا مهرة ويطلعوا على الوظائف المتاحة اللي ممكن تناسبهم. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، وبتمنى منهم أن يطوروا أدوات البحث تبعتهم مشان يلاقوا فرصة العمل بتناسبهم. شكرا كثير لك دكتور عن جد، بنتمنى أن الشباب دائما يبحثوا بجهد زينب عن العمل لحتى يقدروا يحققوا اللي بيتطلبوه أمنياتهم. شكرا لك.